السلام عليكم أبطالي طلاب الصف الثاني. اليوم بإذن الله رح نبدأ وحدة جديدة بعنوان القسمة. أخذنا مصطلح جديد في المرة الماضية عن الضرب. تعالوا نعمل مراجعة سريعة للوحدة اللي أخذناها. الآن يا ثاني أمامي مجموعات وعناصر رسمناهم بعنوان ما عدد المجموعات؟ السؤال الأول على هاي المجموعات، ما عدد المجموعات يا الثاني؟ هل هو ثلاثة أم اثنان؟ ما عدد المجموعات؟ عدد المجموعات هي عدد المربعات اللي حكينا عنها، صار عدد المربعات أو عدد الصندوق اللي فيه الأغراض. كم صندوق عندي؟ كم مجموعة عندي يا ثاني؟ عندي ثلاثة مجموعات، عندي ثلاثة مجموعات. ما عدد عناصر المجموعة الواحدة؟ في المجموعة الواحدة كم في عندي عنصر يا ثاني؟ في المجموعة الواحدة عندي عنصران، عنصران من التفاح. اكتب جملة الجمع المناسبة، اكتب جملة الجمع المناسبة. انا لما اجي بدي اكتب جملة الجمع المناسبة، هل بكتب رقم اثنان اللي هي عدد العناصر او رقم ثلاثة عدد المجموعات؟ انا شو اللي بكرره؟ بكرر دائما عدد العناصر في المجموعة الواحدة هو اثنان. كم مرة تكرر؟ واحد، اثنان، ثلاثة. شو اشارة؟ جمع، انه هو بده جملة الجمع المناسبة. نكرر الاثنان ثلاث مرات. كم يساوي يا ثاني؟ اثنان زائد اثنان اربعة زائد اثنان ستة. اكتب جملة الضرب المناسبة. جملة الضرب اللي هو ايش بكتب؟ عدد المجموعات ضرب عدد العناصر، ويساوي هون المجموع أو الناتج، خلينا نكتب المجموع أحسن، المجموع. طيب عدد المجموعات كم يا ثاني؟ عدد المجموعات ثلاثة مجموعات ضرب كم عدد العناصر؟ كم عدد العناصر في المجموعة الواحدة؟ اثنان. ثلاثة ضرب اثنان يساوي كم يا ثاني؟ يساوي ستة، نفس مجموع الجمع المتكرر. لو اجيت حكيت لك جملة الضرب هاي وجملة الجمع هاي، مثل لي اياهم على خط اعداد. ناخذ جملة الجمع، احكي لي زيد اثنان في كل مرة. نبدا من رقم صفر ولا واحد؟ نبدا من رقم صفر. الان من رقم صفر لرقم شو؟ اثنان. هاي واحد اثنان، هون زدنا قفزتين، فاذا هون زيادة اثنان. طب كمان زيادة اثنان، كم وصلنا؟ وصلنا على رقم أربعة. طيب كمان اثنان، وصلنا على رقم ستة، وهو الناتج اللي طلع معي في البداية. لو اجيت مثلت جملة الضرب على خط الأعداد، جملة الضرب على خط الأعداد بيحكي لك ثلاث قفزات، بكل قفزة حط رقمين. ثلاث قفزات بكل قفزة حط رقمين. هاي رقم، هاي اثنين، هاي أول قفزة، هاي رقم، هاي اثنين، هاي ثاني قفزة، هاي رقم، هاي اثنين، هاي ثالث قفزة. إذا ثلاث قفزات، ثلاث قفزات في كل منها كم رقم؟ رقمين. في كل منها كم رقم؟ اثنان. إذا كم زدنا في كل قفزة؟ اثنان. أو كم رقم عندنا في كل قفزة؟ اثنان. الآن يا حلوين رح نبدأ في درس القسمة أو وحدة القسمة. نأخذ تمهيد بسيط عنها بالوسائل. الآن يا أبطال رح نبدأ مع بعض في وحدة القسمة. عد كم حبة من البيض أمامك. عد يا ثاني كم حبة من البيض الآن موجودة أمامك. أحسنتم، هي 15 حبة من البيض أو 15 بيضة موجودة عندنا الآن. طيب لو إجيت حكيت لك يا ثاني وزعها على مجموعات، بس ما حددت لك أنا كم مجموعة تحط،
حكيت لك وزعها على مجموعات بحيث كل مجموعة يكون فيها 3 حبات. إيش بدنا نساوي هون؟ نيجي مباشرة بنأخذ أول 3، هون كمان 3، هون 3، وهاي 3. كم مجموعة عندك صار؟ كم مجموعة؟ أحسنتم، 5 مجموعات، 5 مجموعات في كل منها 3 حبات، 5 مجموعات في كل منها 3 حبات. ظل عندك أي حبة بعد ما وزعت 15 حبة وأخذنا كل 3 مع بعض، ظل عندك حبة لحالها؟ ما في عندي ولا حبة لحالها، فإذا 15 إذا قسمناها على مجموعات 15 تقسيم 3 تقسيم 3. تعال نشوف كيف رح نكتبها. إذا 15 حبة من البيض قسمناها لمجموعات بحيث يكون في كل مجموعة 3. كم طلع عندي؟ كم الناتج؟ كم مجموعة طلعت عندي؟ 5 مجموعات. تعالوا نشوف كيف بدنا نكتب إشارة القسمة. إشارة القسمة يا أبطال بتنكتب بهذا الشكل. إشارة القسمة يا أبطال رح نكتبها بهذا الشكل. إذا 15 معي 15 قسمناها على 3 تساوي 5. 15 تقسيم 3 تساوي 5. تعال نشوف مسألة ثانية. حلوين. الآن يا ثاني، عد كم حبة من البيض أمامك الآن. كم حبة من البيض أمامك؟ يوجد لدينا 20 حبة بيض. 20 حبة بيض. الآن يا ثاني، لو قلت لك الآن قسم لي 20 على 4 مجموعات، أو عفوا على مجموعات بحيث يكون في كل مجموعة 4 حبات من البيض. 4 حبات من البيض. الآن سنقسمها سويا. 4 4 4 و4. مجموعة 2 3 4 5. كم مجموعة؟ 5 مجموعات. 5 مجموعات يساوي 5. شو الإشارة اللي موجودة عندنا؟ شو عملنا إحنا؟ جمعناهم أو طرحناهم؟ ما طرحنا، ما جمعنا. شو عملنا يا ثاني؟ شو عملنا؟ قسمناهم. كان عندي 20، حكيت لك قسم لي إياهم بحيث يكون في كل مجموعة 4 حبات. كيف رح يكون إشارة القسمة؟ رح تكون بهذا الشكل. إشارة القسمة رح تكون بهذا الشكل. طيب يا ثاني، في المسألة اللي قبل هاي أخذنا 15، لما قسمناها حكينا بدي في كل مجموعة يساوي 3، كم نتج عندي؟ 5. لاحظ يا ثاني عندنا شغلة. الآن يا ثاني لو جينا وشفنا الناتج اللي هو عدد المجموعات اللي طلع معي مع عدد العناصر، بنلاحظ إنه مر علينا إنه 5 ضرب 4 كم كان يعطيني؟ كان يعطيني هون 20 20. طيب لو لاحظ كمان نفس الاشي هون، 5 ضرب 3 نفس الاشي، كان يعطيني يساوي هون يساوي 15 15. فاذا بنلاحظ انه عملية الضرب وعملية القسمة مترابطات في بعضهم. إذا كان عندي 20 مجموعة بدي أقسمها على 4 رح يكون 5. فإذا اللي حافظ
جدول الضرب لو اجيت حكيت للعشرين اذا قسمتها اربعة كم بدها تعطيني؟ او شو العدد اللي بضربه في اربعة بيعطيني عشرين؟ مباشرة رح يعرف انه الخمسة هي الناتج. ونفس الاشي لو اجيت حكيت له شو العدد اللي بضربه في ثلاثة بيعطيني خمسة عشر؟ شو العدد اللي بضربه في ثلاثة بيعطيني خمسة عشر؟ مباشرة هو البطل رح يعرف انه خمسة ضرب ثلاثة يساوي خمسة عشر. عرفنا ليش انا كنت بطلب منكم نحفظ جدول الضرب حفظ، ما نستعين في الجمع المتكرر، لانه في القسمة ما رح نقدر نستعين في الجمع المتكرر. بدك تقعد تجمع الاربعات لحتى توصل لعشرين راح تكون كثير مسألة طويلة عليك وراح ياخذ كثير من وقتك. لازم تحفظ. نحكي لك مباشرة أربعة، شو العدد اللي بضربه في أربعة بيعطيني عشرين؟ بطل خمسة. شو العدد اللي بضربه في ثلاثة بيعطيني خمستاش؟ مباشرة بدك تعطيني إنه خمسة. الآن ثاني الأبطال أمامك مجموعة من الأعواد، عد كم عود عندك، ثبت الصورة وعد كم مجموعة عندك، أو عفواً كم عود عندك لحتى نحدد لكم مجموعة بدنا نقسمهم. الآن يا ثاني لو جيت حكيت لك قسم لي الخمسة وعشرون اللي موجودة عندنا لخمس مجموعات، أو عفواً لخمس عناصر، يعني كل خمس عناصر وضع لي إياهم مع بعض، تعالوا نقسمها مع بعض. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، ثلاثة أربعة خمسة، هون رح يكون خمسة. كم مجموعة نتجت عندي يا ثاني من تقسيمي للرقم 25 لحتى يكون في كل مجموعة عندي خمسة عناصر في كل مجموعة؟ شو الناتج؟ كم مجموعة طلع عندي؟ خمسة مجموعات، خمسة مجموعات. إذا لما قسمنا الخمسة وعشرين على لخمسة عناصر قسمناها، هاي إشارة القسمة، هاي إشارة القسمة حكينا، وتساوي كم؟ تساوي خمسة مجموعات. كم نتج عندي يا ثاني؟ نتج عندي خمسة مجموعات. نتج عندي خمسة مجموعات. طيب الآن نشوف كمان نحط عدد ثاني. الآن يا ثاني عندي مجموعة أخرى من الأعواد، اختصارا للوقت معي ثلاثين عود بدي أقسمها يا أبطال. بدنا نقسمها لمجموعات بحيث يكون في كل مجموعة ثلاث أعواد سويا، ثلاث عناصر في كل مجموعة. قسم لي إياها يا بطل. الآن يا بطل نحكي هون الثلاثة، ثلاثة 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 ثلاثة، وأيضا ثلاث 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 ثلاث. كم مجموعة عندك يا ثاني؟ كم مجموعة نتج لما قسمنا الثلاثين على مجموعات بحيث يكون في المجموعة الواحدة ثلاثة من العناصر؟ في المجموعة الواحدة ثلاثة من العناصر. كم مجموعة نتج عندك؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. عشر مجموعات نتج عنا لما قسمنا العدد ثلاثين على مجموعات بحيث يصبح في كل مجموعة ثلاث عناصر. إذا عشرة ضرب ثلاثة يساوي 30. بتمنى يا حلوين إنه نكون تشجعنا لوحدة القسمة، كثير سهلة وممتعة. بتمنى إنه نحفظها
نحفظ أهم إشي جدول الضرب زي ما حكينا، جدول الضرب والقسمة مترابطين. إذا عرفنا شو العدد اللي بضربه في الثلاثة بيعطيني 30، مباشرة بعرف إنه 10 من غير ما أكتب أو أرسم رسومات ونجيب ألعاب. يعطيكم ألف عافية ثاني، وشكرا للمتابعة.